حدثنا يونس بن محمد حدثنا أبان يعني ابن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم شيخ من الأنصار عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الجنازة قال اللهم أغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. حدثنا عبد الصمد عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم عن أبيه أنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة على الميت اللهم أغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. حنا عفان حدثنا أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثنا شيخ من الأنصار يقال له أبو إبراهيم عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الميت قال اللهم أغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. قال يحيى وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان. حدثنا عفان حدثنا همام أخبرنا يحيى بن أبي كثير حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت فسمعه يقول اللهم أغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. قال وحدثني أبو سلمة بهؤلاء الثمان الكلمات وزاد كلمتين من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. حدثنا عفان حدثنا أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه